واكيد يا فارس اذا كنا حريصين في الدفاع عن كل بطوله من بطولات النادي الاهلي عند اي هجوم من اي حد من المنافس، فاكيد هناك قيم وثوابت للنادي الاهلي تسبق البطولات، لان النادي الاهلي منذ انشائه والمبادئ قبل البطولات. فبالتاكيد اي تجاوز ضد اي رمز او ضد الكيان، والكيان هنا متمثل مش بس مجلس اداره، متمثل في كل منتمي للنادي الاهلي لدرجه اصغر مشجع، لان الجميع اكيد بذل جهد في رفعة وعلاء راية النادي الأهلي، وبالتالي كان لازم التصدي لأي هجوم غير مبرر. ودايما منهجنا التناول بلا تطاول، ولكن قناة النادي الأهلي أكيد هترد بقوة، وأكيد هتكون درع لقيم وثوابت النادي الأهلي، ودايما بنقول جمهوره حماه.